موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الامر وين دعى لذا ادونك مال والبوات كجوكتان وندريما يا انترنت بروبلم يا جره محانك اغنى حاله ده مدحوينا مختار روبو علي ابو منصور وقضبك ان اسو غلني دقيقتها انا هودا كجرنو ولا ليال عبد عسيس حسن محمد اللفتا جرين هجاميه تيم كريدو ريدو مقالدة بيدبو ساكي ايو كدغي سيدا ادو ده جيدين هذا أن إذن الله الله إننا وحاد ديارات صور راعية قدوميها بارلمان كفدرال كصوماليات محمد مرسل شاق عبد الرحمن أيها إساقنا إسطنبول أما تركيا كصوبح عاية وعنا لفلا يا عاو وحل الدنبئ أما بريتولي إن أسوق غير مقالة مقدشو إيا عاصمة الصوماليا سيكاستويا طبعا نقو حان أبا هنها إنا نقانو حال كمدحوين المختار روبو علي أبو منصور أيان دويت عبد العزيز حسن محمد اللفتا جرين ولو يري وحنا ويري قليها لو يقانو عربتا أو قدر أيجوه الرئيسه سفير كده UNDP ده يو أفريكان يونيون مذوق أفريقيا ويري وحلو يري مختار روبو علي أبو منصور إنترنت بروبلم إنه جيران أمي سنة هاي محان قبطه ده وحلو يري مختار روبو علي أبو منصور adigu soo ma haysatid maxaad ku haysataa su'aashaas la weydiyay waxa uu ku jawaabay muqtar robo cali abu mansur anigu ma haysto mareykanka tusaale wuxuu u soo qaatay abd al-aziz lafta gareen mareykanka markii doorashada ay ka dhacaysay dadka mucaaradka xagay abaareen buu yiri ma gobol bay abaareen mise washington dc meesha kongreska looga arimiyo markaas waxa lagu yiri kongreska ay abaareen mucaaradka okay hadaba anigu gobol baan ahay dawladda federaalka soomaaliyeed ayaa ninkaasi soo xiratay anigu kursi doonaan ahaa dawladda iyada ayaa campaign ii samaysay rag campaigner ah meeshiina markayse maadaama ay wadatay way igeysay laakiin aniga mana soo xiran dawladda federaalka weydiiya hadda hadii la daayo maxaad ka qabtaa baa layidhi wuxuu yidhi hadda hadii la daayo waxba kama qabo aniga muqtaarna waa walaalkay isma haysano isaga saasuu ku afgobaadsaday inkastoo عبد العزيز لفت جران درتيسي لو خيري مدحوين مختار روبو علي ابو منصور لكن نمنكي عبدان كاها يمدوغا اسوغو جري سداسو او شيغي واي محمد مرسل ايا سوهري محمد مرسل ما انت ايو سو بخايا او وها وي بريتولي او دنبينتي انو مغالدا مقدشه يما دال ربا ما بيدبو ادي دونا مرسل مايا ما لا سوغاي بيدبو انو ادو وايو غودي ايا يالا او جوفديسي raxweyn kale marka laga yimaado dufadiisi ba u goodisay waxay ku dhahayn hadii abd muqtar robo aadan kiiskiisi soo deynin oo adoo gacanta ku wada aadan noo keenin saaxib nooma iman kartid raxweyn kale marka laga yimaado anaga ayaa ku weerareyna mursal waxa yiri dufadiisidaas waayo waxay dhayn 24 saacadood waxaan hor yaala ballanqaadkii adiga aad samaysay ee ahaa مختار هدان سو دين وينو انا بلان قاضي كيبا نهريال الا يهدنا الله بس انا يبر ادن سو دينين هرتا جفادنا سيدا سي كل حضي وعاكو سهري قدر يا افريكان يونيون يو ان دي بي ما لفتا جرين كليا ايي لكل مين مايا محمد عبد الله فرماجا لقبتي يا محمد حسين روبلي
فرماجة وحيلقوا يري لبا الشيبان كاقا فردنا واحد دور الشي اللي يرادة مجران واحد دور الشي اللي يرادة مالا قلايو لبا الشيبان كاربنا يا دهاية قدر يا يو اندي بيدة او إذا مدى الدولدة يا الدولدة حرومية دا كالدوان بيشة يا قلادة اللو يقانو African Union وحيكو دهين مختار روبو ارنتيسي آن لقا بمانين يا هدو الدنبيلية هينا هرطا محكمة سو تاقا فرماجو نيكان هدو الدنبيلية هاي لبسانا اي بر وافدوب This is معني مدح فرشا ومعني وابدكشن وكيدنابين افدوب واي اما قفك محكمة بالا سو تاقا يا الدنبي بالاقو سو اوغي قفك حتى شكي والله حيرك راي الدونك لكن افرطان اي سيديت ساعدود قدو هدو واي لكن لبسانا اي قوقو سدح سندود شيخ مختار وانت كجرة واحد دورة شاء اللي قلي مايو يا نهاية قدر قدر ييتاي قدر وحاوية مال قليها كوحدة نبط ايو نلول اما مرقق ايو معلول وركان ايدي شيغينو واحنا انو اللي فني ماهن لكن حقيقة نبتا تاغن واي فرماجي يا ماشك واي قدر يا بدبادية شلي رحوين يا اقوار رأي محمد مرسل ولا قدين كري كرسيك مركا يو اندي بي ده والدولة ده بيشة يا قدر ومعني حل دبانك لا يشم بقوله كن أجو يبينا يسمرجاي معلول سفير كقدر الله صعد يوفدجه ورنيه ماشان مكنا غاقين يدين يكو أفريقان كا ما هو بحي النبا ورني كان واحد لجو هايستان أباهنا إنا جانت نجا سرطان أما محكمة دمبيجاس يه دمبيجاسي يه دمبيجاسو قلي أما مختار روبو دور شد كار وإن لسي دعية هرتا معني السياسة ده أول هديك كواحد بتبادق قرف أما قرن ay dawladdan dhibaato ku ahayd abastakalka ugu weyn ee haysta wuxuu noqday madaxweyne Muqtar Robo laba qodobaan idin kaga fadhinaa baa lagu farmaajo labada qodobaan idin kaga fadhino koow ciidamada Eritrea loo diray iyo kiiska Muqtar Robo meel sar kor doorasho ma la galaayo kor doorasho ma jirto labadan kiisan u baahanahay meel ina naga saartaan farmaajo wuxuu yiri anigu arintan waan ku dhaxjiray waxaan war ka sugaayay maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka oo turkiga ku maqan ayaan un baan sugaayay lafta gareena ma arkayse waa kan hadda macnihi jooga kulankaasi goor mu dhacay ma taqaana kan ma arkayse farmaajo sida loogu dhagay xalay saacadii ugu dambeeyay xaluu dhacay ha mursalan sugaaya mursalna wuu soo galaaya lafta gareena magaalada baydhabo laba cashay wax noocaas uu joogi wuu soo noqonaya miiska ugu horeeya waa Muqtar Robo qodobka labaad ee ciidamadana daraad warbixinaan idin sheegnay waxaan idin dhahnay ciidamada xagga ku maqan Eritrea gudaha ma keenin kartaan UN ka u sheegay baan idin dhahnay hadda ma fahmaysa macnihi iyagana murugo iyo macluul iska kala tagay dhahaynaan idin dhahnay warbixintan ugu dambeysay macnihi jumcihii aan soo galnay haddaad nala socoteen waay marka isku soo wada duub ninkii farmaajo ahaa روب لا جوجي وحي أبضن تهاد كيس كمختار روبو علي أبو منصور إيو كيس كعيدة مدى إريتريا سيدة دورة شدة محمد حسين روب لا أولو ريجي إنو أولو ريجي أبضن تهاد روب لا وحو يري كيس كان أنيقا لو ريجي لبضن كيس UNDBA African Union إيو قلد اللي يرادو قدري أنيقا لو ريجي روب لا واكوما مركا أنيقا روب لا مركا أن أفير صدو horta markay sahwiya dad fiican iyo dad xun way ku jiraan sida raxweynta dad xun iyo dad fiican bay u leeyeen ilaan Muqtar Robo dadka xiray lambar 1 waa ehelkiisi qaraabadiisi raxweyn waay marka qolo walba qof xun ku jira qof fiican baa ku jira laakiin siyaasiinta haweeyo loogama baran siyaasi raxweyn inuu garab siiyo sida caamka laakiin maanta macnihi maxamed xuseen roble doorku u ciyaarayo maslahaynta iyo qaabka macnihi uu rabo inuu wax u fududeeyo siiba kiiska madaxweyne Muqtar Robo waxaad moodaan nin macquula inuu yahay anoo hadda horada korona idin kugu sheegay waxaan idin sheegnay Roble ilaa hadda wax qalada annaga ka raxweyn ahaan qowmiyadda Maylan ama ka tirsanayno hadda kadib wuxuu la soo bixi doona ma ogin markaas aan ku xukumeynaana idin dhaanay Roble wuxuu taagan yahay mar hore uu istaagay war ninkan bakooshiisa aado hataa dibadii aan la geynin maxaa laga rabaa ninkan ninkan ballan uu galay waa nin ilaahay yaqaana waa nin ehluddiin ah waa nin qowl leh ballan baa lala galay ninkan wax dhibaato ma geysanayo dagaal sokeeyo ma geysanayo shabaab unbaan la dagaalamaya qorshihii sidaas uu ahaa niman yow maxaa ninkan loo haya bakool maa la geeyo baydhabo maa la geeyo macnihi isaga Roble wuxuu rabaa ninkan bakooshiisa inuu ku noqdo
سوى الدولة دشيس لا نبات أن سمينين إنه ماركة يسمعني ليس كسي دايو ماركة كيس كي هذا معني أرنت مختار روبو يو أرنت إذا ماذا إريتريا إسقاب قبسي قودو تيرادة بدأي هاي محمد حسين روبلي إنه لو ريغي وبرانتاي سب مرسل أيان سوغي نابي دهين فرماجة يساحي بديسي مرسل نحبدا أيو ديارة صور راعايا أو فيدكي أيو ديارة صور راعايا وحو كسو آدن يهي هذيك شان ساعدود لح ساعدود ديارة صور صعوتا إسطنبول إلا إيو مقدشو ساق لحي أقو دنبين هدان أمر كلا أوسان إمانين مقدشو سود دقايا مركا هوشو وايس السار أبدا عسيس لفتا قرينا ماانتو بايدا بكدقاي لما المكدب إن أحا مركو نقضال ربا أقو بدنان سيدا قرشاه يهي لما مالموت إنو بايدب جوغو أما سدح مالموت مالما كدب إنو حمر كون نقضال ربا مرسل بايدب مو قد بايا مايا إساقا المختار وذين وما قد بكرو كان بينا مسا ما يسان كرو قضب كاس إساقا مال دير كقرا حتى جفدي ساتر والله وكد لينا هدي مختار وذين أنو كنتي واحد دول كان قبصدي والشباب شباب نكي نقد القادي لها يبالنتي أقادي وعاكو صاري مالينت أربعة ذا مانتوا سنين بري أو سلاسة كبب مالينت أربعة ذا وحامقال ذا بايدبا كسو دقي دونا تليها إذا ماذا حوق الدولة الفدرالية الصومالية جنرال أدواء يوسف راقي أو أدى شيء سرطي أو معني هرتي أبقال أه إسلامر كان نين هوياء إياه بايدبا كسو دقي دونا وحاجرة مركة دقاقية عيدان باجرة وحا إيمان دونا أو صور راعي دونا تليا كحيقينك إذا ماذا حوق الدولة الفدرالية الصومالية جنرال عباس أمين أو إساقنا أدى شيء رحوين قومية دميلان وطليها إيا طليكو حيجينك عيدا مدى حوقة وركان إساقعه وميليتري انتليجنسي وحي كسو ديقي دونان مالينتا أربعة ذا مقالة ذا بايدابو مقالة ذا بايدابو حالوكو قبان دونا حفلة أو معني الدولة دا إنجريسكا قواردي آد اتربضان وميليتري أي سيساي رحوين ميليتري ميلان أي سيساي ما داما قيبت الحدمات أي بربرتاي او اي بابعضي بقولي افرطان السدح اسكري كلمتي عيرو انتو جوغي بابور تاسي وحلقو ريجين دونا ادواء تليان عيدا مضا يتليكو حيجينك جنرال عباس حاضر بي اهان دونا وحلقو ريجين دونا قيبت اللي حدمات عيدا مضا ميلان اياه قوادي عصب او ملتري انجريسك او كاني حفلد وين بالقبان دونا وحلقو ريجين دونا وحال دياريي لابا ارور او سي دق دقا ايغانا شاقا او قلي دونا تاوبر لسيي او ارور انجريسك او تاوبراي اه او لوغو تلقلي حركة الشباب ان اي كلا دقا لمان قبلا دان ميلان سي دو كلانا وحا لغي يابا اي تهيبا اويس عباس امين اي ننك اللي يرادو او دواي يوسف راقي ان اي او قدبان قبل كبكول ان اي كدقان ماشا دباتادو اي كتاقان تاي او هولجل ملتري اني ابابولان وحا جرى دقدقاقيه ملتري او لا دونايو ان غوبلدان ميلان لغا بلابو اي سن فشل من سيدي كو يارو فشل مي او كلي واي اوغادين ان لا سو غلي ليو بوليس على ربي قيلو بدن با كاتيمادي اوغادين ير رحوين ديعانا اسما شبان او واي اس دغالان دولك رحوين لايك اسماي اوغادين با كوسو دولي ماركا نين كوغو سو دولي اعاوي عقلي مان شبابكا dadka soo barakicinayna ogaadeen iyo qashin qashin raweyn aan u dhalan weeyo dhulkaasi dadka soo boobay oo magaca shabaab wata marka saa awgeed macnihi ciidamadan la qalabeynayo iyo kuwa bakool jooga waxa la rabaa in lagu dhaqaajiyo goboladan siiba gobolka bakool taliyaha ciidamada iyo general abbas taliya ku xigeenka hubaal weeyay inay bakool tagaayaan hadaan wax isbedelin sida sirdoonka warbaahinta southern media corporation ay xaqiijinayso ما صاحبنو أبدا عسيس لفتا قرين إن او حضر آذي دونو يو إن معنيه بايدابا او كسر نقن دونو ما دام حمر لغا سوغايو او أرنت مختار روبو معنيه ميسك اي سارنتا يو إن دي بيدا إيا قدر إيو أفريكان يونيون أما ميدوغا أفريكا أرن كان مركان اي معنيه دورشادها لغا هرمريه اي تاغيهين مركا ولا ليال
baan ka nahay warka siduu yahay baan idinku soo tabinaa ducada waa hubka ugu adag ee qofka muslimka ama muminka uu isticmaalo ha loo duceeyo sheekh mukhtaar robo cod ma lahan miya cod ma jira miya haddana cod male miya cod ma jira waayahay cod ma jiraa la leeyahay ma ogi ma iska daayaa codka cod ma lahan maqal ma jiro maqal ma jiro cod ma jiraa okay marka isku soo wada duub isku soo wada duub sheekada meeshaasay maraysaa marka sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur ha loo duceeyo dadka dulman oo dhan ha loo duceeyo qofka muuminka hubkiisa ugu badan waxaa weeye war codkaa laleeyahay cod ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro oo ka baxayaaba meesha waa idinkaga tagaya hadduusan cod jirin marka isku soo wada duub walaalayaal ee ma arkayse macnihi oradan ku jiraa weli saacadihii ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyey jimcihii kadib warar intaasaa soo kordhay haddee maalinta arbacada haddii waxaan hadda sheegayna ay dhacaan oo taliye odowaa iyo jeneraal cabaas xaflad ingiriiska lagu qabto xaflad ingiriiska ee baydhabo lagu qabto qalab military la wareejiyo waxaad dareemi kartaa SMC inay wax badan la socoto marka farmaajo iyo macnihii qadar iyo qolyahaasi shirkoodana xalayuu dhacay haa farmaajona wuxuu yidhi mursal keliya ha la ii kaajo marka sheekada meeshaasay maraysaa axmed olol ayaan soo qaban doona haddii ilaahay uu ka raalli noqdo dibaan u dhacnay sabtidiiyaan rabnay maantay axmed olol baa wuxuu noo sheegi doonaa labadii gabdhood ee SMC ay tartansiisay gabadhii raxweyn u dhalatay qowmiyadda mailand iyo gabadhii daaroodka u dhalatay puntland qowmiyadda maxaaland oo codadku ay ku tartameen gabadha taageero badan axmed olol baa noo qaabilsanaa oo isagu ma arkaysa ka mid a dhallinyarada maskaxdooda xorowday ee mailand axmed olol baa inoo sharaxaya gabadha daarood iyo gabadha raxweyn oo u taagan may iyo maxaa cidda taageero badatay ololow soo dhawow macali aadan aad baan ku salaamaya insha allah binda alkariim dhammaan soomaalidana waan salaamaya inkastoo codkaygu oo igu soo laba kaclaynayo ku soco si wanaagsan ii maqlaysaa waa ku maqlayaa ma arkaysa sidaa kuwa aadan tartankii aan u qabanay gabadhii u dhalatay mailand raxaweyn iyo gabadhii u dhalatay puntland guusha waxay ku racday boqortooyadii mailand gabadhii oo boqorad ahayd ayay ku racday 99.9 ayayna guusha ay aruursatay boqoradda reer geedi gabadha la yidhaahdo oo u taagnayd qabiilka raxaweyn ee qowmiyadda mailand gabadhii daarood ee puntland oo u taagnayd qowmiyadda maxaagay ka guulaysatay soomaan guulaysatay aad iyo aad macali aadan waan u hambalyeynaynaa 99.9 ayay ka guulaysatay weli waa guul aad u weyn weeye waa aad u ballaaran hambali ayaan leenahay macali aadan gabdheheenna waa gabdho sidaas u qurux badan waa sharafti mailand waa wax annaga aan ku faano gabdheheenna gabdhaha u dhashay digilyo mirfle waa gabdho yani anshax leh yani aysan meelaha qaar aysan ku dhaadhicin waad ujeeda social media waxay ka sameynayaan reer maxaa laakiin gabdheenna waa gabdho asturan asluub leh aysan waalidkoodan usoo jiidaynin ceeb iyo dhammaan qowmiyadooda digilyo mirifle ilaalinayaan sharafta qowmiyadooda iyo dadnimadooda ilaalinayan waa gabdheheenna waxaanu leenahay hambalyo waanu idin hambalaynaynaa waxaad tihiin gabdho wanaagsan oo sharaf leh insha allah adduunyadana nolol wanaagsan aakharna filjanna insha allah axmed ololow su-aal haddaan ku weydiiyo horta hambalyaan leenahay ee gabdhaha raxaweyn ee qowmiyadda mailand gaar ahaan gabadha u tartamaysay qowmiyadda mayga oo la tartamaysay maxaaga ee daarood boqoradda reer geedi macnihii taageerada badan ay heshay iyo sida ay uga guulaysatay gabadha daarood macnihii hambalyaan leenahay waan rajaynaynaa gabdhaha raxaweyn oo dhan in ay ka baawar iyo burji sareeyaan gabdhaha maxaaga oo dhan laakiin ololow su-aal haddaan ku weydiiyo gabadhan hadda boqoradda reer geedi ee u dhalatay raxaweyn mailand qowmiyaddaasi ka soo jeeda ma isleedahay haddii sanaadiiq la dhiga maantay doorashada one man one vote kursiga soomaaliya haddii loo tartami lahaana oo macnihi musuq maasuq iyo iska dabuureeg aan ku jirin sida gabadhan boqoradda reer geedi ay codadka uga badatay gabadha daarood ayay qowmiyadda mailand haddii kura sanaadiiq la dhiga seejooyin one man one vote haddii la gaaro saasay macnihii soomaaliya kursiga ay u hogaamin lahaayeen ma isdhihi lahayd maadaama ay ugu tiro badan yihiin soomaaliya taasi macali aadan isweydiin ma lahan gabadha u dhalatay mailand waa haddii oo si daacad dalka soomaaliya doorasho loo aado si
had ugu guuleysatay ay u guuleysanayaan laakiin dalkani waxa waaye muddo 70 sano wuxuu ku jiraa musuq maasuq iyo isdaba marin in macalli aadan la haytaa hal gabdhaha digilyo marifle way buu gabarti guuleysatay way lana ariti dubnaayti afkadaayenaayti sida deemaraashe daayogeen roona hambali ayaan ku leenahay gabadheena saraf ayaa leedahay ayada lay ma ahan gabdhaha digilyo mariflo oo dhan waa gabdhaha anaga aan ku faano waa sharafteena weeye insha Allah Axmed 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 tartamada adiga noo qaabilsan toddobaadkiiba gabar baa tartanta gabar kale oo raxweyn iyo gabar kale oo qabiilada maxaaga ah marka hadda kolley weegan waxaa tartamay gabar daarood ah iyo gabar ma arkayse macnihii raxweyna marka haddana macnihii yaa tartanka weega soo socda aan sugi doonaa shacabka aad u sheegaysa waxaa soo socda weega dambe gabar u dhalatay hawiye iyo gabar u dhalatay raxweyn ayaa tartami doona insha Allah bin laal kariim nin walba codkiisa uu dhiiban karaa cid hor istaagan ma lahan Axmed Cololow codka sidee loo dhiibanayaa dadka u sharax bal dadka qaarkood macnihii kama warqabaan tartankan macnihii xawliga ku socda SMC ay waddo oo gabdhaha lagu tartansiinayo qowmiyadda Mayland iyo qowmiyadda Maxaland marka sideebaa macnihi uu tartanka u dhacaya sharaxaada daa ka siiso saa annagaan usoo dhignay meesha ayay raacayaan haddii nambar la dhiibayo haddii loof la siinayo haddii yacni like habkii annaga markaasaan usoo bandhigno gabdhaha oo meesha lasoo saaro si allaala sidii markaas ugu dhacaya annaga aan usoo diyaarinay ayay u raacayaan meesha ayay ka akhrisan doonaan insha Allah bin daayal kariim aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu Axmed Cololow oo ma arkaysa inoo qaada dhigayay barnaamijka tartanka isla markaana inoo qaabilsan tartamada gabdhaha qowmiyadaha mayga iyo maxaaga ah oo macnihii labadii isbuucba hal mar ama isbuucii mar la qabta natiijadana Axmed Cololow uu nagala socodsiiyo si live studio Southern Media Corporation walaalayaal halkaas ayaanu ku soo koobi doonaa barnaamijkeenna xudur howlgalo military iyo dhaqdhaqaaqyaha ka jira sida la rajaynayo ma arkayse macnihii dadaallo fara badan baa socda arrinta madaxweyne Mukhtar Roobowna midda ugu horeysa ee miiska saaran weeye macnihii waxaan rabno inaan dadkeena ugu bushaarayno marka haddee waxaanu leenahay sidoo kale boqoradda reer Geedi ayaa u taagnayd qabiilka raxweyn ee qowmiyadda Mayland gabadha daarood iyadaa kaga adkaatay 99.9 taasina waxay ka dhigan tahay guusha gabdhaha raxweyn ee qowmiyadda Mayland mar haddaba sugi doona gabadha hawiyaha iyo gabadha raxweyn tartankeeda Axmed Cololow baa macnihii inoo xuli doona inoo soo xuli doona marka insha Allahu tacaala ishaan ku hayn doona ilaa weekan arbacada macnihii baydhabo waxa ka soo cusboonaada soo noqoshada Mukhtar Roobow iyo imaanshaha Mursal ilaa berri laakiin Mukhtar Roobow arrinkiisa miiska ayuu saaraya walaalayaal naftana la isu dhiibay la isma siina haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato ballantanadu waxa weeye idama leh Jannatul Firdawsa hambalyo hambalyo boqoradda reer Geedi hambalyo hambalyo habdho hambalyo gabdhaha Mayland Ngoral Yabane Imashu